اولا فيصل ايتري، هاد السيد حشومه نقولوا بنت، هاد السيد اللي كان في الاول تلاقيت معاه، اول في الاول شفت واحد الفيديو كيهضر، من بعد لقاني بالله سبحانه وتعالى في واحد العقيقه ديال سناء وسهام، عفوا سهام وياسين، تلاقيت معاه في ديك العقيقه، درت معاه واحد الفيديو قلت ليه بالضحك كنضحكوا واش انت جاي، قال لي انا جاي النهارده، حيت هو كان تعرف بديك جاي النهارده. المهم صافي قلت ليه، بديت كنهضر معاه، هذه داك الفيديو تشاف الناس ضحكوا داك الشيء، من بعد ولا صديق ديالي، قلت ليه الا جيتي، قلت ليه الا جيتي لكازا مرحبا بك. مشينا بعدا معاه، ركبنا انا والصديق ديالي خالد، ركبنا حتى الطاكسيات ديال الولفه، باقي الطاكسيات ديال ليساسفا، مشى للمحطه ركب، مشى السيد دار داس ليا، عيطت ليه قلت ليه فين فيصل هذا، قال لي راه غيديروا لي عمليه، قلت ليه مبروك عليك اخويا حنا فرحنا لك، قلت ليه فاش تجي لكازا عيط ليا. جا لكازا جلس في واحد الاوتيل حدا ساحه ماريشال، فاش جلس في ذاك الاوتيل مشيت عنده انا وهذا الصديق خالد، مشيت عنده واحد الصديق اخر، المهم انا والصديق خالد كيمشي معايا بزاف، مشيت انا وياه دخلنا للاوتيل تسنينا نزل عندنا، سلام سلام كي دايرين هادي مرحبا هادي، قلت لي بغيت ناخذ معك واحد التصويره ابري لوبيراسيون ابري العمل، راك عارف العمليه. صافي خدت معاه التصويره، خدنا معاه فيديو، مشينا لواحد ليفينمون، صافي دازت الامور، وراه حنا نسمعوا دار القفطان، دار القفطان ودار داكشي، عيط لي قلت لي الو، قلت لي فين اخويا فيصل هاني كلشي مزيان، قال لي الله يحفظك راه عندي لي زابيل بزاف، قال لي الله يحفظك حاول تقلب شويه، حاول الله يحفظك راه عندي لي زابيل بزاف، سمح لي الا قطعت عليك. اول كذبه. ثاني حاجه قال لي الا بغيتي نجي عندك الكازا صيفط ليا، الا باقي عاقل قال لي صيفط ليا 200 درهم باش نجي عندك الكازا، ولكن كي غيفهم ابنه صيفط ليا 200 درهم باش نجي عندك الكازا، كيقول لك مع من شفتك مع من شبهتك، اللي غيقول لك صيفط ليا 200 درهم باش تجي عندي الكازا يقبل ما غير نوال خايبه، وانا انسان محترم الناس كيعرفوني بدرجه وداد، ما عمري تاديت في الزنقه فين ما مشيت في كازا، كازا احياء شعبيه الرباط مدن كنمشي الناس عزيز عليهم ما كياديونيش، فاذا بواحد بهذا الشكل كيقول لك صيفط ليا 200 درهم فاشك تزنا هادي، قلنا ما قلت ليه خويا ما عنديش، الحمد لله قلت ليه ما عنديش حيت كون جا فاهم اش هو كاع جا غندير معاه فيديو مالو هو رونالدو غي شنو. المهم دارت لي قال لي شوف، قلت ليه داكشي اللي درتيه هضرت معاه، قال لي راه درت القفطان وهذاك الشيء، قال لي راه الفن هو هذا الفن، والله ينعلبوه فن، الا كان هذا هو الفن الله ينعلبوه فن فيصل ايد، الا كنتي باغي دير البوز اخويا ديرو بشي حاجه زوينه عري كتافك، سمعتي الا كان اكشوان اكنوان بعدا دواء باش دار داك البوز، الا كان سهام دوك العقيقه ديال الكوب يستاهل وما عندوش الصبرات معاه، الا كان ديك بائعه لورو ما توصلش لها تف في الضفر ديال رجلها، هذيك اللي كتبيع العصير هذيك هما البنات، هذيك هما البنات، هذيك راه كانت غير كتبيع، انا ما كنتش باغي البوز، هذيك راه كانت كتبيع فهمتي اختي، كنت كتبيع حتى دازو صوروها، هذيك نتلاقى معاها نتصور معاها وندير معاها فيديو، هذيك حسن ليا من الوسخ ومن هذا النوع هذا اللي بحالو بحال الدومه بحال فيصل يطلو بحال الدوم، اش فهمتي هذا هو الميساج، وقال لك صيفط لي 500 قلت لي بغيت ندير معاك فيديو، دابا انا في واحد القاعده الا كان شي واحد طالع في طونطونس كنبغي نمشي وندير معاه فيديو ونستغل الفرصه، ما فيها عيب ماشي شي حاجه خايبه. الوغ مشيت عنده هضرت معاه قال لي جي عندي الاكادير في واحد لوطيل على حسابي يجي معاك 500 درهم، في الاول قال لي 1000 درهم شي شويه قال لي 500 درهم، كان معايا واحد الصديق ويقول لي الله ينعلبو شكون غيكون شبع فيه سبان، قال لي بلوكي، قلت ليه الحشومه بلوكي اليومين هذا ما بقاش كيجاوب كيجاوب بزز كيهضر بزز، ولذلك كنقول ليه الله يعفو عليك فيصل، الله يعفو عليك الدومه، وهذيك 200 درهم اللي قلتي لي انا ما كنتباعش بالفلوس على قبل الفيديو، انا راجل ياك انا راجل، وبعدين كتبغي ندير البوز كيف ما كيقولوا راه عندي باش براجة وبويدان بهذا التوني اللي كان عندي قبل، وشكرا لهاد القناة المتعلق. شوف اللي دار التصرفات مثلي الدومه كيلو حتى صاور معري امراه تحشم الديره، شي امراه كتحشم امراه الى حاجه كانت عرات راه في دارهم مع راجلها، اما هذاك الدومه ولا هو راه بالعلالي اخويا راه ماشي احترام انك دير قفطان ودير ويقول لك فن
باش بنادم يقول لك واه تبارك الله عليك. الله ينعلب هذا بنادم انا اللي غيشجعني، الله ينعلب هذا بنادم اللي غيقول لي انت تبارك الله عليك فنان وانا كنلبس القفطان وانت شي خاويت. لا كون راجل، نكون راجل، كون راجل. واكبر مثال هو ما بائعة العاصح.